تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالخير والنور والعافية. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. يسعدنا أعزائي المستمعين تواصلكم وتفاعلكم معنا على الرقم 600551414، وللرسائل النصية 4006. وخلال هذه الساعة بكون معاكم أنا محدثتكم آمنة آل علي، وفي الإخراج بيرافقنا الزميل سعيد المر، وفي التنسيق والمتابعة بتكون معانا نجاة السويدي. وفي هذه الحلقة أعزائي المستمعين بنتداول آخر الأخبار الصحية والعلمية اللي تهم كافة أفراد المجتمع، وأكثر المناقشات والحوارات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. وهناك أيضا في فقرة التغذية اليوم فقرة متخصصة عن المشروبات الرياضية، ما لها وما عليها. وفي فقرتنا الأخيرة في برنامج صحة وسعادة لليوم بتكون هناك خدمات مميزة لما بعد الولادة توفرها هيئة الصحة بدبي، وبنستضيف في هذه الفقرة الدكتورة ليلى حبيشي، فخلوكم معانا خلال هذه الساعة. ومثل ما عودناكم أعزائي المستمعين دائما لدينا أخبار جديدة في برنامج صحة وسعادة. خبرنا لليوم يقول: إحساس صاعق قد يدل على نقص فيتامين B12 في الجسم. طبعا يساعد فيتامين B12 في الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء ويحافظ على صحة الجهاز العصبي، ويمكن أن يسبب نقص الفيتامين مجموعة واسعة من المشاكل بما في ذلك خفقان القلب. ووصفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية الحالة بالقول: قد تشعر أن بعض الأحاسيس في حلقك أو رقبتك، وفي معظم الحالات يكون خفقان القلب غير ضار وليس علامة على وجود مشكلة خطيرة. ووفقا لبيشن إنفو، فإن القلب الخافق هو عرض أقل شيوعا لنقص B12، ويقول الموقع الصحي إن الأعراض الأكثر شيوعاً تشمل الآتي: التعب، الخمول، الشعور بالإغماء، وقد تتأثر الخلايا في أجزاء أخرى من الجسم إذا كنت تفتقر إلى فيتامين B12. وطبعا المشاكل النفسية التنفسية الناتجة عن ذلك هي الاكتئاب والارتباك وصعوبة في الذاكرة أو حتى الخرف. وهناك أيضا أعزائي المستمعين بعض الأدوية المستخدمة في حالات أخرى قد تؤثر على امتصاص فيتامين B12، مثل أدوية الميتفورمين المستخدمة لمرض السكري. وبهذا نكون ختمنا فقرة الأخبار اليوم. نتمنى أنكم تنتبهون لحالات التعب والخمول والشعور بالإغماء، وتقومون بأداء الفحوصات اللازمة عشان تعرفون إذا فيتامين B12 عندكم ناقص أو لا.
وطبعا مثل ما عودناكم كل يوم في بداية حلقة برنامج صحة وسعادة بتكون عندنا فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها سواء على صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة والشؤون الصحية. ودائما تكون معانا زميلتنا أسماء الجناحي مسؤولة التواصل الاجتماعي في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. أهلا فيك أسماء وأهلا بالطاقة الإيجابية، وعطينا آخر الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء اللي يعني كان عليها تفاعل وايد كبير اليوم أمس خبر فتح باب التطعيم للحوامل ضد كوفيد 19 في مراكز هيئة الصحة بدبي. الفترة الماضية كانت توصلنا وايد استفسارات، بعض الأشخاصين يقولون متى بيفتحون حق الحوامل متى، لكن نحن الحمد لله يوم أمس أعلننا عن فتح باب تسجيل أخذ المواعيد للحوامل في مراكز هيئة الصحة بدبي، لكن هناك بعض الشروط اللي تكون موجودة. أول شيء ينصح بأخذ اللقاح بعد مرور 13 أسبوع من الحمل. الشيء الثاني استشارة الطبيب المتابع للحمل عند وجود حالة صحية تمنع أخذ اللقاح. وايد مهم أنه يعني الحوامل قبل ما يأخذون التطعيم أنه يستشيرون طبيبهم المعالج طبيب الحمل اللي هم يتابعونه. نعم. التطعيم المتاح هو فقط لقاح فايزر بيونتك للحوامل، فهو التطعيم أو اللقاح الوحيد المتاح لهم. طريقة حد الموعد هي عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال الواتساب اللي هو 800342. كل اللي عليهم أن يحفظون رقم 800342 في مركز تسجيل قائمة الاتصال ويكتبون كلمة هاي وبعدين يتبعون الإرشادات المطلوبة راح توصلهم على الواتساب مسج. أيضا من ضمن الأشياء نحن لما حطينا هذا البوست يسألون هل يمكن للمرضعة أخذ اللقاح ضد كوفيد 19، نحن كنا حاطين هذا الإعلان تقريبا من شهرين، لكن نحن نحب بس نأكد أن أول شيء يمكن للمرضعة أخذ اللقاح كوفيد. في بعض الأمور اللي لازم هم يحطونها بالهم، أول شيء لا داعي لإيقاف الرضاعة الطبيعية قبل التطعيم أو بعده. يمكن للمرضع خلال فترة الرضاعة الطبيعية تلقي اللقاح في أي وقت ولا يوجد ما يمنع ذلك. لا تحتوي تطعيمات على فيروس حي، لذلك فإنه من غير الممكن الإصابة بكوفيد 19 بعد تلقي التطعيم. الأنواع المتاحة لقاح فايزر بيونتك في أي وقت من بعد الولادة، وأصلا حتى فترة الحمل وتخطيط الحمل يعني يقدرون يأخذون فايزر بيونتك. نعم. بالنسبة للقاح سينوفارم يكون بعد مرور 6 أشهر من الولادة. طبعا كل التطعيمات حسب المواعيد المسبقة. تقريبا هذا أهم شيئين أو أكثر شيئين كانوا يسألونا يوم أمس عنهم، وهذه الإجراءات الخاصة فيها. أيضا نتمنى من جميع حتى الأشخاص أن يعني يلتزمون أيضا بالإجراءات الوقائية حتى بعد أخذ اللقاح، وهي من ضمن الإشراطات وما في أي تغيير عليها. وإذا في أي أبديت نصحب دائما يتابعون الجهات الصحية في الدولة ليعرفون آخر المستجدات الطبية حول فيروس كورونا. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي. وطبعا أعزائي المستمعين أسماء الجناحي قالت لنا خبر وايد مهم اللي هو أن هيئة الصحة بدبي أقبلت على الحين تطعيم أيضا الحوامل، ويمكن للمستمعين أخذ كافة التفاصيل اللي تكلمت عنها أسماء الجناحي من خلال إنستغرام هيئة الصحة في دبي أو الموقع الإلكتروني اللي هو dha_dubai اللي هو إنستغرام الهيئة، لتعرفون على آخر المستجدات الصحية الخاصة بالتطعيمات في دبي وغيرها من الأمور اللي قد تهمهم في هذه الفترة. أعزائي المستمعين بنطلع لفاصل بسيط وبنرجع لكم مع المشروبات الرياضية ما لها وما عليها مع الدكتورة هند العواضي. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي.
أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600-551-4414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مثل ما قالت آمنة، حديثنا بيكون اليوم عن المشروبات الرياضية اللي يتناولها البعض بهدف التنشيط واكتساب الطاقة والحيوية، ودائما ما تتناولها الأبحاث والدراسات العلمية. البعض يقول عنها هي مفيدة والبعض يقول عنها أنها ضارة. عشان نتعرف أكثر عن المشروبات الرياضية يسعدنا أن تكون معانا اليوم عبر الهاتف أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة نجلاء درويش. صباح الخير. صباحك نور وصبحك الله بالخير جميع المستمعين. نجلة أستاذة نجلة، لو تحدثين المستمعين شو نقصد بالمشروبات الرياضية؟ هي المشروبات الرياضية اللي بتحدث لكم اليوم عنها هي مشروبات يعني اللي ننصح فيها الرياضيين هم يتناولونها سواء كان أثناء ولا بعد النشاط البدني، يعني أي تمرينات رياضية ممكن يسمونها. طبعا في شروط معينة، إذا مثلا تجاوزوا مدة ساعة في الأجواء الحارة، ممكن الناس اللي تعاني من ارتفاع وهبوط في السكر ننصحهم انهم دائما يخلون معاهم مشروب رياضي. وطبعا اهميتها يعود لانه يعوض السوائل والمعادن المفقوده اثناء التعرق والسوائل يفقدها الرياضي، ويزود كذلك العضلات بالطاقه اللازمه لتحسين الاداء الرياضي. يعني هو مش فقط يعوض السوائل، يعني هو مش كأنه ماي، ولكن أيضا يعوض الجسم بالمعادن اللي بيفقدها أثناء ممارسته للرياضة. طيب أستاذة، هل كل المشروبات مفيدة أو في بعض منها ضار؟ كيف نقدر نفرق؟ لما تتبادر يعني في ذهان المشروبات الرياضية، ممكن البعض أو يعني معظمهم يروح في باله مثلا مشروبات الطاقة ولا مشروبات مثلا اللي تحتوي على نسب كافيين عالية. فنحن لازم نفرق بين المشروبات الرياضية اللي نحن نقصدها للتمارين الرياضية، بحيث أنها تكون تحتوي على ماء ومعادن وكميات معتدلة من الكربوهيدرات، وهي آمنة نسبيا وخالية من محتواها من الكافيين. يعني عكس دكتورة اللي هي المشروبات الطاقة اللي تحتوي على نسب عالية من الكافيين واللي ممكن تؤدي لأضرار كالسمنة، ارتفاع في الحموضة، وكذلك تكون أضرارها في فقد سوائل الجسم بدل تعويض سوائل الجسم. فمن هنا نحن نفرق بحيث أن نحن نشوف محتواها على بطاقة البيانات الغذائية، على المستوى الغذائي الموجود على المنتج، وبالتالي نعرف يعني إذا كان يحتوي على ماء ومعادن ونسبة معتدلة من الكربوهيدرات فهذا مشروب رياضي آمن للرياضيين. تمام، معناته مستمعين الأعزاء لازم تعرفون الفرق ما بين مشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية. طيب احنا كيف نقدر نفهم المعلومات المكتوبة على زجاجات المشروبات الرياضية؟ لو تشرحين لنا بطريقة مبسطة كيف؟ تمام، المشروبات الرياضية بنشوف عليها مستق غذائي أو مستق بطاقات بيانات غذائية، ونشوف أنه مكتوب عليه مشروب رياضي وليس مشروب طاقة أو مشروبات أخرى. مثلا تحتوي على مشروبات رياضية تحتوي على مثلا مكملات بروتينات أو كافيين أو ما شابه ذلك، عشان بس نفرق بين المشروبات اللي احنا نقصدها. يعني على الأغلب هي معادن وماء فقط ونسبة معتدلة من الكربوهيدرات. فالمعادن اللي احنا بنشوفها تقريبا فيها بوتاسيوم، فيها صوديوم، كالسيوم، فيها مغنيسيوم، ونسبة كربوهيدرات بسيطة. يعني ممكن الناس تقول مثلا لا كربوهيدرات ممكن انه يعني بيزود لي السكر او بيضرني في حالة التمرين الرياضي، لا نقول انك انت تحتاجه في اثناء ممارستك للتمرين الرياضي ليحسن لك الاداء الرياضي، وكذلك يزود العضلات بالطاقة اللازمة. مثل ما نعرف دكتورة ان وقت الرياضة الإنسان يفقد المخزون اللي في العضلات اللي نقول المخزون الكربوهيدرات اللي عشق الجاي الجلايكوجين في العضلات، وبالتالي يحتاج إلى تعويضه إذا كان يمارس مثلا رياضات عالية الكثافة عالية الشدة، أو إذا كان حتى مثلا يمارسها لفترات طويلة مثلا فوق الساعة تقريبا. وطبعا أجواءنا الحارة هني والصيف تخلي الشخص يعرق وأثناء ممارسة الرياضة، فنحن بالعكس نشجعهم من ممارسة الرياضة ولكن بالطرق الآمنة اللي تساعدهم على ممارسة الرياضة، هم ما يتركونها بحجة إن الجو حار وإن نحن في الصيف وبنتعب وكذا.
فبالعكس ننصحهم انهم يتوجهون للمشروبات الرياضيه، وما يخالف اذا يستشيرون اختصاصي التغذيه او الناس المعنيين بحيث انهم يعرفون الكميات اللازمه اللي تلزمهم لتعويض هذا النقص من السوائل. طبعا مثل ما قلتي هو يحتوي على كربوهيدرات، فمعناته بتكون في سعرات حرارية، ولكن ما بتكون سعرات حرارية عالية. فأنا يعني ما أعرف أستاذة، أقول لو يشوفون نسبة السكر بعد في المشروبات الطاقية ويختارون مثلا يمكن الأقل. صحيح. احتواء على نسبة السكر. احتواءها على الأقل تقريبا، يعني ما تكون أكثر مثلا ما بين 4 إلى 5 جرامات، نسبة بسيطة يعني ما تكون بنسبة زيادة. ومفيد كذلك دكتور الناس اللي يعانون من اضطرابات في السكر، أو من الناس اللي أثناء ما يمارسون الرياضة عندهم يحصل لهم هبوط في السكر في مستويات السكر، بالتالي يتعبون. صحيح. فما يخليهم يعني أنهم يؤدون التمارين الرياضية أو أنهم يستمرون في تأدية هذه التمارين. صحيح. يعني هي مثل ما قلتي هي مش مشروب طاقة، فلا ما يعطي ذاك التأثير الفوري لمشروبات الطاقة اللي احنا اصلا ما ننصح ان الشخص ياخذها. هي مشروبات رياضية تحتوي على السوائل والمعادن الأساسية اللي ممكن الشخص يحتاجها، مثل ما قلتي اذا فقد كمية كبيرة اثناء نسبة الكربوهيدرات معتدلة، يعني مثلا صحيح. من 5 إلى 15 جرام او 20 جرام تقريبا، او حتى اقل على حسب الكمية اللي مسموح بها. صحيح. طيب أستاذة، شو الأثر المهم اللي يمكن أن تضيفه المشروبات الرياضية لصحتنا بشكل عام؟ هي الأثر مثل ما قلنا تحسين الأداء الرياضي. بالنسبة لفوائد الكربوهيدرات، زيادة الأداء الرياضي، منع هبوط مستوى الجلوكوز في الدم، ويوفر كذلك مصدر طاقة للعضلات والدماغ، وبالتالي هذه المشروبات الرياضية تساهم في منع فقد السوائل، لأن في كثير من أضرار الجفاف اللي قد تحصل أثناء ممارسة التمارين الرياضية، وممكن حتى أضرار يعني تحصل أثناء الجفاف، سرعة نبضات القلب، التعب، الإرهاق الشديد. عندنا المعادن دكتورة، في عندنا أهمية الصوديوم في أن والبوتاسيوم في أن يحافظون على السوائل اللي موجودة في الجسم ويساهمون في منع فقدها، والبوتاسيوم من أي ناحية بحيث أنه يمنع التشنجات أو شد العضلات أثناء أداء التمارين الرياضية لفترات طويلة، أو حتى التمارين الرياضية اللي تكون عالية الشدة. فهاي فوائدها جدا مهمة بالنسبة للرياضي أثناء ممارسة التمارين الرياضية. طبعا مثل ما قلنا الناس اللي تعاني من تعرق شديد، اللي عندهم يرتدون كذلك العديد من الملابس اللي في الأجواء الحارة، هذي اللي يمارسون كذلك الرياضة أكثر عن ساعة، هذيل اللي ممكن نصحهم يشربون المشروبات الرياضية أثناء ممارسة الرياضة وكذلك بعد ممارسة الرياضة. أستاذ نجلة الفي، من نصيحة أخيرة حابة توجهينها للمستمعين بخصوص المشروبات الرياضية؟ أنا طبعا أوجههم أنهم دائما ينتقون الاختيارات في المشروبات الغذائية هاي بدقة، وأنهم يتجنبون المكونات اللي ممكن مو بأي مشروب رياضي نحن نسمعنا ونشوفه ممكن أن يكون صحي مثل ما ذكرنا، بحيث أنه في مشروبات قد تحتوي على نسب كافيين عالية، ما يمانع أن الإنسان يأخذ كافيين لكن بنسب معتدلة وما يكثر منها، أو مثلا يكون فيها نسب بروتينات أو مكملات غذائية قد لا يحتاجها الشخص أنه يروح يأخذها، لكن لا ممكن يأخذها بمصادر غذائية يعني طبيعية. لكن المشروبات الرياضية اللي تركز على نسبة كبيرة من الماء والمعادن، هذه اللي يحتاجها الرياضي لتحسين الأداء الرياضي. أما بخصوص المكملات الثانية ننصحها أن يستشير المختصين في هذا الموضوع. في سؤال توا ورد في بالي أستاذة، والأطفال نقدر نعطيهم هاي المشروبات الرياضية ولا ما تنصحين؟ للأطفال على حسب هم نشاطاتهم العادية أو الأنشطة اللي يمارسونها بالبيت عادي أو مثلا حركاتهم عادية، لا ما ننصح، لكن نعوضهم بالماء بالسوائل. إذا الشخص مثلا الطفل عانى من مشاكل في المعدة، الإسهال، عانى من فقد سوائل، ممكن نحن نسميه المحلول اللي هو المعادن أو الإلكترولايت اللي ممكن يعوض النقص اللي ممكن يحصل له، وهي فكرتها نفس فكرة مشروبات رياضيين اللي تحوي على نسبة أملاح معدنية يحتاجها الشخص لفقد هذه السوائل. أستاذة نجلة درويش أخصائية التغذية العلاجية، شكرا على المعلومات الجدا قيمة اللي عطيتينا إياها، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم، وكل الشكر على هذه الاستضافة، ونقول المستمعين يومكم سعيد. يومك أسعد. أستاذة نجلة كانت معانا أخصائية التغذية العلاجية. أمنا شو رأيك في المشروبات الرياضية؟ جربتيها؟
صراحة دكتورة ما جربتها، بس أفكر أني أجربها، لأن إذا دخلتي في موضوع الرياضة وفي موضوع الجيم دائما يقول لك خذيها من كل الجوانب. صحيح. يعني إذا بتروحين الجيم لازم تأكلين أكل صحي، لازم إذا احتجتي مثل هاي المشروبات. بس دكتورة لفتني سؤالك، ليش سألتي عن الأطفال؟ لأن الأطفال بطبيعة حالهم إذا شافوا الأم أو الأب يشربون شيء معين على طول يقولون نبي نجرب، أعطونا نجرب. فهل هو يعتبر شيء صحي نعطيهم؟ أنا أفكر آمنة، يعني هاي المشروبات بتفيد في الطلعات الصيفية، إذا رحنا على البحر والجو حار وعرقنا كثير، فيمكن هاي المشروبات الرياضية تفيدنا في تعويض النقص اللي فقدناه. إيش رأيك أنت؟ أحس بالضبط دكتورة، فدايما أخصائي التغذية عندنا كل يوم الصبح يا يوعونا دكتورة أي. يا يعطشونا، فاليوم الصراحة شي يعني اشتهينا شي بارد. اشتهينا شي بارد بالضبط يعني. فأنا ما كنت جربتها، ما أعرف كيف الطعم يكون، بس أنا كنت قريت الليبلز الموجودة على المشروبات، في بعضها تحتوي على سكر جدا عالي. فنصيحتي أنا لهم اختاروا اللي يكون سكره شوي قليل، إلا إذا أنتوا كنتوا تعانون من هبوط جدا حاد في درجات السكر عندكم، هني تقدرون تاخذون المشروب اللي يحتوي شوي على سكر زيادة. هاي كانت آمنة فقرتنا لليوم. مستمعينا الأعزاء، خبرونا تجربتكم عن المشروبات الرياضية، إذا كنت جربتوا أو ما جربتوا. بنطلع فاصل قصير، بعد الفاصل بنتحدث عن خدمات جدا مميزة للنساء اللي يولدون، وهاي الخدمات بتكون لهم لما بعد الولادة. فاصل قصير وراجعي لكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون مستمعين الأعزاء تتواصلون معنا على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. اليوم في فقرة خدمات الهيئة عندنا خدمات مميزة لما بعد الولادة آمنة. طبعا دكتورة، من بين الخدمات الطبية المميزة اللي تورى هيئة الصحة بدبي هي تلك الخدمات التخصصية لأمراض النساء والولادة. طبعا لا تتوقف يعني خدمات الولادة عند أي حدود في مستشفى لطيفة، فلدينا خدمات جدا جميلة منتعرف عليها اليوم مع الدكتورة ليلى الحبيشي، اختصاصي أول أمراض النساء في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة ليلى. يا صباح النور سعادة، يا أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. اهلا فيك دكتوره، تشرفنا بوجودك معنا اليوم. الله يعطيكم العافيه، شرف لنا. يا هلا مرحبا دكتوره. حبينا نعرف منك في البدايه شو هي اهداف تقديم الخدمات الصحيه للمراه في فتره ما بعد الولاده؟ احنا نعرف ان في مستشفى لطيفه هناك خدمات تقدم للنساء اثناء فتره الحمل، اما الخدمات اللي بعد فتره الولاده، هاي خدمات الصراحه حبينا نعرف المستمعين عليها. أولا شكرا جزيلا على الاستضافة، وشكرا جزيلا على طبعا التوجه أو النظر لأهم موضوع اللي يهدف شريحة كبيرة من المجتمع، وهي الأم والطفل في فترة ما بعد الولادة. طبعا نقتصر الخدمات اللي هي لا تقتصر فقط الخدمات في فترة الحمل وما بعد الولادة مباشرة، ولكن تمتد إلى فترة 6 أسابيع ما بعد الولادة، وهي الفترة اللي تقدمها الهيئة بشكل عام لرعاية الأم ورعاية الطفل في الفترة اللي هي 6 أسابيع الأولى من بعد الولادة. الأهداف منها بطبع مراقبة صحة الأم والطفل، وذلك لتجنب حدوث أي مشاكل صحية ممكن تكون ناجمة ما بعد الولادة، مساعدة ودعم الأم صحيا ونفسيا خلال هالفترة، توفير رعاية صحية لازمة للطفل بكل احتياجاته سواء كانت من التطعيم أو ما إلى ممكن اللي ممكن تصير ما بعد الولادة مباشرة. طيب دكتورة، شو الخدمات اللي نقدمها عند الزيارة في فترة ما بعد الولادة؟ الخدمات متعددة، وممكن احنا نختصرها حاليا انه مثلا ممكن عندنا خدمات الفحص الطبي الشامل، واللي هو بيكون عبارة عن التوعية بالرضاعة الطبيعية والعناية بالثدي، الكشف عن اعراض الاكتئاب ما بعد الولادة،
واللي ممكن يكون في معظم الحالات يكون عدم التركيز أو الانتباه إلى هذه النقطة. إجراء فحص مسحة عنق الرحم وذلك في حالات معينة تندرج تحت متطلبات طبية معينة، الكشف على علامات أو أعراض التهاب الجرح، سواء كانت المريضة تعرضت أو الوالد الأم تعرضت إلى ولادة طبيعية وصار معها شق في العجان أو في العمليات القيصرية، كشف عن النزيف وأي مشاكل ثانية. عندنا التثقيف الصحي وهو عبارة عن التمارين الاسترضاعية اللي ممكن تخوض أو المفروض الحرمة أو الأم تمارسها ما بعد الولادة، الاستمرار في الرضاعة الطبيعية، طبعا التغذية السليمة المتوازنة، تقديم الدعم العائلي والتأهيل النفسي خصوصا للأمهات حديثات الولادة أو حديثات العهد ككونها تكون أم للمرة الأولى، في فحوصات دم تشمل الدم الشامل اللي كان عندهم مشاكل في الدم أثناء الحمل أو فحص تحليل السكر وكمتابعات ما بعد الولادة، فحص عينة وانت بكرامة البول إذا لزم الموضوع، تغذية صحية متكاملة، هذه بعد ضمن الخدمات اللي ممكن تقدم لهم كنصائح لمراعاة شرب كميات كافية من السوائل، تناول وجبات صحية غنية بجميع العناصر الغذائية، بالإضافة إلى طبعا النقطة المهمة اللي طرقت لها في البداية اللي هي الاضطراب مراقبة اللي هي الاضطراب النفسي المفاجئ اللي ممكن تتعرض له المريضة أو الأم الحامل الجديد وتكون مش مركزين عليها إنه هذا اضطراب نفسي. طيب دكتورة لو تشرحين للمستمعين شو نقصد إحنا هذا الاضطراب النفسي المفاجئ أو اللي ما يسمى بالاكتئاب ما بعد الولادة. الاضطراب النفسي أو الاكتئاب اللي يكون طبعا أنا ما أتجاوز حدي بهذا التخصص، يعني هو له تخصصه ولا دكاترته، ولكن أقدر أعطي فكرة سريعة فيه اللي هو اضطراب ممكن يصيب النساء في الفترة الأولى من بعد الولادة. صحيح. وهي الفترة اللي تكون في الست الأسابيع الأولى ويتفاوت حدوثها ما بين المفاجئ أو التدريجي ويستمر لعدة شهور. صحيح. وممكن يستوي عليه أو ممكن يظهر عليه اللي هي مخاطر سواء كانت على الأم أو على الطفل أو ممكن تأثر عليهم اثنيناتهم. دكتورة شو العوامل اللي ممكن أن تؤدي إلى هذا الاكتئاب؟ في عدة عوامل ممكن احنا نختصرها بان مثلا ممكن الام تي تقول انا عندي حالات مثلا اضطراب نفسي سابق ما هي متعرضة لها، ممكن اخذ بعين الاعتبار انه هذه الام ممكن انها ما بعد الولادة قد تتطرق مثلا لهذه الاصابة، غياب الدعم الاجتماعي والنفسي، وهني ممكن انا اوقف عندها شويه انه حاليا احنا مع جائحه كورونا والقوانين المدرجه انه مثلا الام اللي تي الولاده الدعم الاجتماعي سواء انه عدد الزوار او عدد اللي يكونون مرافقين الام يكونون محصورين، فبالتالي الام بنفسها تحس على انه انا الحالي، او فيكون عندها مثلا عاملين، عامل الخوف من ناحيه الكورونا وعامل الخوف اني انا بخايفة تجربة ولادة وما في عندي الدعم النفسي، برغم ان مستشفى لطيفة او خليني اقول خدمات صحة هيئة الصحة بشكل عام سواء حتى في القطاع الاخر انهم يعطوا الدعم النفسي من حيث الاطباء الممرضات، الدعم النفسي تشجيع المريضة على كل المستويات، ولكن ما زال الفقرة اللي هي الدعم الاسري، دعم الزوج، دعم الاهل يكون مفقود نوعا ما خلال هذه الجرحة. فنحن هني بالعكس ممكن احنا نتطرق للام نقول لها على ان احنا ناخذ العصا من النص ولازم احنا نكون احنا قوية بحيث ان هالنقطه نتجاوزها ونكون مستوعبين الوضع الحالي اللي هو كورونا. من النقاط او العوامل الاخرى ممكن عدم استقرار الحياه الزوجيه وزياده الضغط، الضغوطات الحياتيه، مشاكل ترية عندها قبل الولاده او غير او حتى ما قبل تستمر في فتره الحمل وتستمر معاها في فتره ما بعد الولاده، عدم قصد كافي من الراحه والنوم، الإحاطة بالأشخاص السلبيين وسماع التجارب، أنا لما ريت ربيت عقبها استوالي كذا، أنا بالأشياء السلبية ما تسمع أو ما تكون محاطة بناس إيجابيين ممكن يعطوها الدعم النفسي، أنه مو شرط على أنه إذا كانت هذه المريضة أو كان هذا أو هذه الوالدة في فترة معينة تعرضت لأي شغلة معناتها أنه إجباري أنها لازم أنا راح أتعرض عليها الحين، ممكن هي ظروفها وعواملها الصحية السابقة أدت إلى وصول هذا العرض اللي أو الحالة اللي وصلت لها، لكن أنا ممكن أنا أموري طيبة تستمر وأموري بخير، ليش أنتظر وأتوقع السلبي أو الشين؟ حصول مضاعفات أثناء عملية الولادة واللي هو أحيانا ممكن تيجي المريضة على وضع ولادة أمورها كانت ماشية بالشكل السليم تتعرض لأي شغلة في أثناء الولادة سواء عملية قيصرية طارئة وأن عملية مساعدة للولادة،
أي إجراء طبي أثناء عملية الولادة يكون مفاجئ غير مسبوق لعبتي سواء من المريضة أو من الأهل، ولكن هنا إحنا نتطرق للمريضة نفسها. من الأشياء بعد اللي هي مشاكل صحية غير متوقعة للطفل نفسه، والله البيبي أنا 9 شهور كامل وأموره طيبة وكل شيء تمام ولد بشكل طبيعي، بعدين لا اضطروا ياخذونه دكاترة الأطفال اكتشفوا عنده شغل فلاني، الدخل نفسه في حالة نفسية إنه ليش استوى. وأكثر فئة اللي هم يكونون يحتاجون الدعم النفسي وبشكل قوي اللي تكون هي بكرية وعندها أول حمل وتضطر أنها تدخل لأي أسباب صحية، تدخل لولادة قيصرية، بالتالي البيبي يدخل على الحضانة أو يدعنها وهي مو بعارفة هذه التجربة، ما زالت هي مهيئة نفسيا، ما زال قدامها كم شهر تنتظر، ولكن اكتشفت بنفسها بيوم وليلة أنها أوردي في حالة ولادة وهي ما مستعدة نفسيا. غير من الأشياء طبعا إذا كانت الأم خلينا نقول مالها بارض، البيبي والله قاعد يصيح كل شوية وأنا متحملة صوت الصراخ وأنا مو قادر إني أنام، هذه من الأمور بعد اللي تساعد على الاضطراب النفسي اللي ممكن يكون للأم. نعم طبعا دكتورة، إذا احنا طبنا لكل هذه الاضطرابات النفسية ولكل هذه العوامل اللي تؤدي للاكتئاب مثلا ما بعد الولادة، هل هناك دور لمستشفى لطيفة أو هل هناك دور للأطباء النفسيين في مستشفى لطيفة؟ هل يقدمون دعم؟ هل هناك أصلا أطباء في المستشفى؟ نعرف أيضا المستمعين على هذا الجانب. نعم مستشفى لطيفة عندنا اللي هو دعم عندنا أطباء اللي هم مختصين في الدعم النفسي في حالات اللي هي ما بعد الاكتئاب خلينا نقول، وفي عندنا اللي هم بعد الولادة أو حتى أثناء الولادة اللي يتعرضون لأشياء مفاجئة أو أشياء غير متوقعة، نحن نحولهم على فئة الدكاترة اللي موجودين معانا وهم يعني يتم يقومون بالواجب وما يقصرون من ناحية الدعم النفسي، بالإضافة على أن دكاترتنا اللي موجودين مؤهلين أن هم يعطوا الأطباء أو الأطباء اللي موجودين يعطوا المرضى الدعم النفسي اللازم. أنا لما أتكلم مع المريضة ما أتكلم معها كمريضة فقط أدت عملية الولادة وانتهى، لكن الأطباء اللي موجودين في مستشفى طيفة خليني أقول بشكل خاص، وأنا يعني متأكدة على أن هذا ينطبق على كل المستشفيات هيئة الصحة، لأن هذا من الأساسيات ومن أساسيات الخدمات اللي مقدمة، أن المريض أو المريضة تتعامل بصورة نفسية وخصوصا أنها تتعامل مع امرأة مثلها، تاخذ الدعم النفسي، تاخذ اللي احنا نسميه السبورت النفسي، بان هذه من الاشياء اللي هي موجوده احيانا مثلا اذا كانت طبيا متوقع من عندنا ان المريضه مثلا تدخل في مرحله ولاده قبل الوقت او ان صار لها اي سبب مفاجئ ان البيبي يموت في بطنها خلينا نقول او غيره، تهيئ نفسيا حتى اثناء فتره الحمل في مخاطر تتعرض لها، مثلا ممكن متوقع مخاطر تتعرض لها المريضه اثناء فتره الحمل او اثناء الولاده، تشرح لها المريضه مثلا بشكل مبسط ولكن بحيث المريضة تستوعبه أنه ممكن أثناء الولادة يحصل معاك 1 2 3 4، أثناء العملية ممكن يحصل معاك 1 2 3 4، هذه تهيئة نفسية. أشياء طارئة عندنا الفريق الطبي اللي موجود هنا للتأهيل النفسي نحول الحالات عليهم وهم يقومون بالواجب معهم. طيب طبعا في فرق ما بين الاكتئاب وفي ايضا ما قبل الاكتئاب شوية، التعب البسيط هذا يعني حلو الواحد يكون حاط في باله، يعني دكتورة شو رايك اثناء الحمل ان الام تكون على علم بهاي الاعراض وهاي الامور، ويعني هي واللي حوالينها يكونون عارفين ممكن شوي نفسيتها تتعب، ممكن شوي تتضايج، هذا شيء طبيعي في الفترة الاولى من رباها، فحلو ان هي تكون نفسيا جاهزة ان ممكن تحس هي ببعض الاعراض، وايضا اللي حوالينها بعد يستوعبون ليش هي فجأة مزاجها تغير، ليش هي فجأة قامت مثلا تصيح على اشياء او انها تكون حزينة على اشياء ثانية، فحلو ان بعد الوعي قبل ما الشيء يصير بعد هذا الشيء بيساعد انهم يتجاوزون هاي المرحلة. نعم صحيح، انا بس هني اقدر اني انا بس لو في مجال اني انا انوه، وهالمفروض ان المجتمع في البداية يعرفونه. في فرق عندي لما انا اقول اني انا راح اروح اخذ دعم نفسي عن إني أنا راح أروح علاج نفسي. المجتمع للأسف الأعظم أنا أقدر أقوله والأغلبية العظمى عندهم ظنهم إذا أنا رحت عند دكتور نفسي بالتالي أنا مينون. أنت راح عند دكتورة نفسية أنت مينونة، هذا أنا بالرد اللي يكون بشكل عام.
لكن مو شرط. أنا بعد كدكتورة أنا أحيانا مثلا ممكن أني أنا أضطر أني أنا أروح لدكتورة نفسية لأن عندي ضغوطات العمل مثلا على سبيل المثال. أنا صار عندي مثلا ضغوطات عمل، صار عندي مشاكل، صار عندي مثلا ممكن نقول مشاكل في الشغل يتبعها مشاكل مثلا في البيت أو غير، اجتمعت هاي العوامل وصلت للمرحلة لأن أريد دعم نفسي. الدعم النفسي مع الدكتور النفسية هو بالتالي راح يساعدني كيف أني أنا أتخلص من هذه الضغوطات على أساس أني أنا أقدر أمارس وأكمل حياتي الباقية، ما أني أنا أخليها تتراكم على بعض وبعدها ممكن تتحول لي لمرض. صحيح. فبالتالي أنا أولا رقم واحد كوني أنا حامل، أنا حامل بالتالي أنا مو مريضة. صحيح. الحمل ليس مرض. بالضبط. الحامل هي منطقة، هي مرحلة انتقالية. كونك أنت مو حامل صرتي حامل، بالضبط مثل لما كونك تكونين بنت مثلا وصلتي مرحلة البلوغ فأنت انتقلتي من مرحلة الطفولة لمرحلة البلوغ. الحمل مرحلة انتقالية وليست مرض. مرحلة جميلة لو الأمهات شوي يستوعبون الفكرة هذه. ممتعة. هي جدا ممتعة. أنت الآن تشاركين شخص عندك في الأحشاء يلعب معك، ياكل معك، يسمع لما أنت تصيحين يصيح معك، لما أنت تفرحين يفرح معك، كل المشاعر اللي أنت تتعاملين فيها بشكل يومي هو يتعامل فيها معك. بالتالي أنا بعدها أنا باكر راح أوصل لمرحلة المخاض، لا راح يطلع من عندي جزء يحتويني من كان عندي فترة 9 شهور أو 8 شهور أو حتى 7 شهور، بالتالي راح ينضاف فرد في العائلة. فهذا إنه يكون عندي شخص أو عندي مخلوق موجود مني فيه هذا شيء حلو. أبدأ حياة جديدة. صحيح. أنا أبدأ أكمل الدائرة أو المرحلة، مرحلة الحياة. فبالتالي أنا لازم أكون ماخذة أو يعني مثل ما أقول يعني مدعمة وملغمة تماما بالطاقة الإيجابية وبالفرحة وأنشرها للي حولي. بالضبط. الناس اللي حوالي مو شرط أني أنا تعرضت لأي حادث سلبي أنا أي أطبقها على كل صحيح. اللي حولي. نعم طبعا نعم طبعا دكتور احنا دايما نقول لكل أم قصتها أثناء الحمل أو الولادة أو ما بعد الولادة، كل أم قصة وقصة مختلفة عن الأم الثانية، فدايما لا ناخذ بعين الاعتبار مثلا الأم هاي واجهت هالمشكلة في الحمل فأنا لازم أواجهها، أو واجهت هالمشكلة في الولادة فأنا لازم أواجهها. لازم يصير لدى المجتمع يعني وعي ولدى الأمهات وعي أن نحن لكل وحدة فينا قصتها، لكل وحدة فيها فينا طريقتها. مخرجنا بعد يقول حتى الأبهات عندهم قصص بالفعل يعني. نقدر نقول الدور عندهم جداً كبير في هالمرحلة، لأن التقلبات المزاجية اللي تحصل بنتيجة لهرمون الحمل تكون جداً كبيرة. ولو لاحظنا وسوينا دراسات مثلاً مع خلونا نقول المحاكم، أغلبيتهم المشاكل تصير فترة الحمل. صحيح. هو لا هو فاهم على أن عندها تغيرات هرمونية. نحن كحريم ولو أنه راح يزعلون عليها شوية، نحن كحريم بشكل عام أصلاً شهرياً عندنا فترة الأسبوع من هذه 4 أسابيع فيها التقلبات المزاجية عندنا بسبب تأثير الهرمون. فما بالك أن أنت لما تكونين عندك 9 شهور عندك تقلبات هرمونية، بالتالي الزوج أو مثلا الزوج بشكل عام مو مستوعبين أن في تغيرات هرمونية تتحكم في المرأة خلال فترة الحمل مثل ما بالضبط هي تتحكم فيها أسبوع كل شهر في فترة حياتها. بالتالي هم لازم أنهم يكونون فقط ما تبغى منكم الحرمة ولا شيء غير. صحيح. الاحتواء وأنهم يستوعبون بالضبط هي شو تمر فيه من أعراض جسدية ونفسية، يعني مش سهل أنه مثل ما احنا قلنا لها استمتعي، وجزء من الاستمتاع أنه بعد شريكها يستمتع معها في المرحلة المهمة هذه من حياتهم. نعم، وخصوصا في مرحلة الولادة أولها، يعني دائما خصوصا في مرحلة استقبال الجنين والمرة الأولى هذه جدا مطلوبة. ممكن نحن كمجتمع شوية نتحفظ على هالموضوع، ولكن ما يمنع أن حتى خلينا نقول مثلا ناخذ أسوأها وأصعب الحالات اللي هي إذا أجتنا وحدة مثلا نقول عندها كورونا ويت في مرحلة ولادة، طبعا ممنوع أن أي أحد من أفراد العائلة يكون موجودين معها، لكن ما يمنع تواصله معها عن طريق طبعا السوشيال ميديا أو مثلا الإلكترونيات الآن. صحيح. التليفون والفيديو كولز وهذه موجودة، شو المانع أنه يكون موجود بين اتصال مباشر؟ كلمة راح تكون كفاية يعني تعطي دعم. يعني الكلمات بعدين الحرم ترى سهلة، كلمة حلوة تجي براسها على طول، يعني مو صعب موضوعها، لكن نفهم النفسيات اللي ممكن هي تتعرض. دكتور انت لا تعطيهم كل الأسرار، يعني خليهم شوية بذلون مجهود بعد. لا بالعكس، ألا وعسى يعني على أن يكون الأمور انت تقولين الحرمة سهلة، أحسهم مو بعاي منهم كلمة مخرجنا سعيد الأمور طيبة. لا لا لا، هي سهلة في التعامل على كثر ما هي تعطي ظاهريا أنها صعبة.
لكن هي مفاتيحها جدا سهله. صحيح. ومفاتيحها ما سهل دكتوره، بس هم ما يبون يسعون، ما يبون يسعون يدورون المفتاح يمكن. لا 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 لا, لا. انا هني انا اقول لك ترى المجتمع من غير الريايل ترى ما له قيمه ولا طبعا ولا هذا كله دكتوره مزح، لان نبي نلطف الجو يا المخرج، سوالفنا كلها اليوم عن الحريم فلازم ندخلهم شوي. لا لا الحياه ما تكمل من غيرهم، احنا بعد نتكلم كلمه حب يعني. وبالعكس في رجال يعكسون يعني كيف اقول لك نموذج الرجال اللي بالفعل ممكن يكونون هم نموذج مشرف ونموذج بيساعد على بناء الأسر في المجتمع. فنقدر نقول دكتورة أيضا الرجل له دور كبير في علاج المرأة من هذا الاكتئاب ما بعد الولادة أو حتى قبل الولادة إذا كان له دور كبير. نعم المرأة ترى هي ليش تحس بهذا؟ طب أنت كيف تكتشفين على أن مثلا أوكي هذه بادية عندها الأعراض، تي تقول أنا تعبانة مرهقة، إنزين أنا كيف ممكن هني كزوج أسوي هالنقطة؟ أوكي أنا بساعدها، أوكي ما راح نقول بساعدها مثلا مثل في بعض منهم يا شو تبين يعني بيرضع استغفر الله يعني مو قصدي، ولكن إنه أوكي تعالي أنت روح ارتاحي، تعالي فلانة مثلا أو حطيها عند أمها عند أختها حد يساعد. عندها الشعور بالحزن دائما زعلانة وموفا يعني ولا شيء مورة مو بعيد منها شيء حولها. طب اقعد معاها افتح خط الحديث معاها والسوالف حتى لو كانت مواضيعها انت بوجهة نظرك انها تافهة. ممكن في بعض الرجال مثلا هم بدورهم يعني ناس عمليين، اعطيني شغلة منطقية لا تكلميني انا تعبانة وانت هديتني وانت سوي هذا بالنسبة لهم انت تافهة انت شو هالكلام بينما من الحرمة هالكلمة انت مجرد ما انك يعني تستصغر هالموضوع انت جرحتني فيه انت ليش تستصغر بهالموضوع، بينما مشي معاها لا انا اسف وانا انشغلت وصدق انت اهم من الشغل يعني مثل ما احنا نقول يعني اتحن شيء مهم جدا الاحتواء يعني. دكتورة اي دكتورة ليلى الحبيشي شعور بالذنب هذه الامور يعني امشي اطلع انت وياها امشي ومشي هذا بحد ذاته علاجي يكفي، وانت ماشي دير بالك حبيبتي لا تطيحين هالكلمه تغني يو ميد هير داي مثل ما يقولون. نعم طبعا معك جدا ممتع دكتوره ليلى الحبيشي، شكرا على الوقت الثمين ومعلوماتك جدا قيمه، ان شاء الله لنا حديث اخر عن تمارين الحوض، هذا شيء موضوع جدا مهم ما تحدثنا عنه ما تطرقنا له هاي الحلقه، لكن ان شاء الله في الحلقات الثانية. دكتورة ليلى الحبيشي أخصائي أمراض مسالك بولية ونسائية وإعادة بناء الحوض في مستشفى لطيفة، شكرا على وقتك الثمين دكتورة. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. شو رأيك آمنة؟ صراحة دكتورة مواضيع الدكتورة ليلى الحبيشي مواضيع جدا مهمة، هي طرقت إلى نقطة في بحر معلوماتها القيمة وعن تحدث معها وتجربة يعني لديها يعني معلومات كنز كثيرة كنز من المعلومات. نعم ونحن نتشرف بوجود هذه الكوادر طبعا في هيئة الصحة في دبي، فإن شاء الله في المواسم القادمة سنستضيف الدكتورة ليلى الحبيشي بشكل يعني أكثر عشان تناولنا عن موضوع اللي هو موضوع إعادة بناء تمارين الحوض. صحيح. لأن هذه من المواضيع المهمة اللي لين الحين ما في ثقافة عالية عليها، فإن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله. يعني هي تحدثت عن جزء بسيط لما بعد الولادة اللي هو الاكتئاب، ولكن بشكل عام احنا نتكلم عن التعافي ما بعد الولادة، يعني هذا موضوع كبير وشاسع وجزء منه كان عن الاكتئاب والصحة النفسية. الحديث معها شيق، وإن شاء الله مثل ما قلتي في الموسم القادم إن شاء الله أكيد بيكون لها بيكون معانا بتكون معانا في فقرات أكثر، وبنطول معها أكثر شوي وبنتحدث عن مواضيع ما كنا تحدثنا عنها قبل إن شاء الله. نعم طبعا دكتورة نحن سعيدين أن نحن ننوه أن نحن عندنا خدمات حكومية مثل خدمات النفسية التي تقدم للمرضى الموجودين في مستشفى لطيفة لما بعد الولادة. طبعا هذا للمستمعين اللي يسمعونا إذا كان هناك أمهات، طبعا هاي الخدمة موجودة للي يربون في مستشفى لطيفة وضمن يعني المرضى الموجودين هناك. طبعا مستمعينا الأعزاء هاي كانت حلقتنا لليوم، أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. شكرا لحسن استماعكم لنا، شكرا لحسن متابعتكم لنا، كل الشكر لفريق هيئة الصحة في الإعداد، وأيضا شكر الأستاذة نجاة السويدي لتنسيقها ومتابعتها لحلقتنا لليوم، وطبعا مخرجنا الأستاذ سعيد المر كل الشكر لإخراجك لحلقة اليوم. طبعا آمنة العلي الحديث معاك والتقديم معاك جدا ممتع وجدا شيق، شكرا لمشاركتك الحلقة معاي.
نعم شكرا لك دكتورة، ونتمنى طبعا من المستمعين يسمعون حلقة باكر لأنها بتكون الختامية لهذا الموسم، بتكون حلقة جدا جميلة إن شاء الله. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.